النجمة الجميلة اللي معايا دلوقتي الحقيقة أمتعتنا بأعمالها الرومانسية الرائعة سواء في السينما أو في التلفزيون، هي الجميلة المتألقة دائما ميرنا وليد. بقولك مليون مبروك أولا على التكريم. بارك فيك. الله يخليك. شكرا. سنة وانت طيبة بمناسبة الفالنتين. طيب كل سنة طيبين جميعا. هابي فالنتين. هابي فالنتين. هابي فالنتين. عيد الحب بالنسبة لك بيمثل إيه؟ إحساس جميل. الحب ده أكتر حاجة جميلة ربنا خلقها في الدنيا، يعني إحساس ما نقدرش لا نتحكم فيه، وهو الحقيقة مصدر سعادتنا في الحياة. أنت لو عايش ما بتحبش أي حد في الدنيا، مش أي حد بالنسبة لك مهم في حياتك، يبقى أنت مش هتحس لحياتك لازمة. يا حوي، أعظم حب في حياتك نقول مين؟ أنا شايفة إن أعظم حب في الدنيا حب الأمومة، يعني انك تحب مامتك او تحب او باباك او تحب عيالك. ده زوجك العزيز هيزعل مني. لا طبعا. لا يعني بص، انا بتكلم على حب اللي هو ايه، طبعا حب الرجل ده حب تاني خالص، حب ليه برضو ليه اسراره.